امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم اسقاطها اي مكان المكان اللي هي جاي منه. انا حذرت قبل كده من اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. مهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حفظ البلد ديت في 2011 و2013 هيحفظها دائما. الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على ان هي تحمي بلدها تماما، تحمي بلدها تماماً.